انا افهم ان في مدرب ممكن يحط تشكيله غلط، ممكن يلعب بطريقه لعب غلط، ممكن يوظف غلط في اول 45 دقيقه. صح. جينا الشوط الثاني الامور المفروض تبقى احسن، المفروض تبقى انت اللي مسيطر اكتر، المفروض انت اللي تروح تصوب على الجون اكتر مش المنتخب النيجيري. مظبوط. بتنزل بتعمل تغييرات، فالتغييرات دي المفروض تغير من شكل الاداء. ما حصلش، ده في اي تغييرات عملت مشاكل اكتر. بص يعني للاسف، للاسف عارف الحته بتاعت عصر الجاكيته البنطلون يضرب، للاسف والله يعني حرفيا ده اللي حصل بالظبط. لان احنا النهارده الوقت اللي انت كنت عايز تظبط فيه شكل الفريق يا كريم وتعدل الملعب، انت النهارده الملعب كله غلط. فانت بتعدل الملعب بتاعك، فسحبت تريزيجيه، فنزلت احمد سيد زيزو كويس جدا، احمد سيد زيزو. وبعدين انت عامل هاي، احنا بقينا احنا اصلا واحنا شايفين احمد سيد زيزو على الخط بالظبط، قلنا برافو كويس قوي حلو. الراجل بيمسك كوره وراجل دريبلر وسريع ونجات وزيزو، وانت قاعد حتى اللي قاعد بيكتب التغيير اتفاجئنا ان مصطفى محمد طالع. تخيل. طب واحمد سيد زيزو هيرفع لمين؟ عملنا كده، دي بديهيات. عملنا كده، اه طبعا عملنا كده. أيوه. اللي هو يعني في نفس اللحظه انا بقول لك انت عملت حاجه كويسه جدا، وفي نفس اللقطه دي لا انت بوظت الدنيا والله مع كامل احترامي. يعني ان التصرف مش صح تماما. انت النهارده احمد سيد زيزو ده راجل راس ماله كله في اللي هو بيلعب على الطرف والعرضيات. صح. وفعلا زي ما انت قلت من شويه وانت قابل مع كابتن احمد، مع كابتن نادر، ست عرضيات من اصل 10 المنتخب مصر عملهم احمد سيد زيزو في شويه في الهوا. نص ساعه اللي لعبهم دول عملهم في الهوا. لعبهم لمين بقى؟ مفيش ولا واحده لاي حد. فبالتالي انت النهارده عندك مشكله ان انت السلاح اللي انت بتهاجم بيه انت مش لاقي حد يستغله. صح. وده مش طبيعي ابدا ان انت 32 دقيقه بتحط مصطفى محمد المهاجم بتاع الصندوق بيلعب جناح، وبعدين لما تنزل له حد يلعبه تطلعه بره. لا مش ممكن. فانا بقول لك بالتالي غلطات مركبه. هل عمر مرموش عشان هو اكتشاف الراجل يفضل قاعد في الملعب لغايه اخر دقيقه؟ ما هو ده غلط. كل الاحترام لعمر مرموش، لكن عمر كان اوت اوف جيم زيه زي بقيه زمايله غالبا. فالنهارده عمر وحش، يبقى الاولى ان اسيب مصطفى محمد في الملعب ويبقى الثلاثي اللي تحتيه هم اللي يمدوه باللعب، سواء محمد صلاح حتى لو هو في العمق او احمد سيد زيزو ورمضان صبحي. لكن انا عملت العكس، ولا صلاح بيلتحم مع ايكونج الراجل 2 متر، ولا عمر مرموش بيلتحم. فبالتالي كل العرضيات ملهاش اي صاحب. صح. نقطة مهمة، واضح جدا المنتخب النيجيري تقريبا على مدار 90 دقيقة، بعض الدقائق ما حصلتش القصة دي، بس طول الوقت ضاغط عليك عالي، ضاغط عليك عالي من أول لاعب في أرض الملعب، من أول حجازي والونش، ضغط 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 من المنتخب النيجيري. لو أنت بتطلع بالكرة صح وعندك صلاح وتريزيجيه ومرموش هتعمل عليهم شغل عظيم جدا. ما هو الضغط العالي ده له عيوبه برضه طبعا، لكن هو بيضغط ومفيش حاجة، أنت مش عارف تطلع بالكرة. بص يا كريم، واحنا بنتكلم حتى قبل الماتش عن نيجيريا، هو بيضغطوا ضغط عالي، بس هو الضغط عالي مش منظم. احنا لو واقفين وهاديين وحد بيقدر ينقل الكوره كان الموضوع هيبقى اسهل بكتير. ثانيا عندهم مساحات بشكل كبير جدا. مظبوط. احنا كنا بنتكلم احنا الثلاثه لما كيروش جه واتكلمنا عن هل سلاح باصي لصلاح ده حاجه كويسه ولا لا، واحنا كنا لا انت معاك احسن لاعب في العالم فليه لا ما تلعبش عليه. كوبر كان بيعمل كده وكان صلاح هداف المنتخب. احنا بقى لغينا السلاح ده، يعني السلاح ده انا مش موجود. حتى الكره الوحيده اللي جت لصلاح اللي هي فرصه مصر الوحيده في الماتش كان صلاح برده في العمق واتلعب الكره تشيب باص وهو استلم الكره. فانت لغيت اهم سلاح عندك اولا. مش عارف حد واحد بس يكون في الملعب يهدي اللعيبه، يقف على الكوره، يستلم الكوره في المساحه اللي بتروح. مش موجوده، لان كل واحد فيهم مش في مكانه. مرموش بره الجيم زي ما اسلام كان بيتكلم من اول دقيقه، مصطفى محمد مش في مكانه وبعد كده خرج، محمد صلاح مش في مكانه مش مستغل كويس، تريزيجيه مش جاهز بدنيا كويس. فبالتالي ما كانش في حد تتحرك عليه. لا. حتى انت خسرت الباكين بتوعك في الشوط اول 10 دقايق والشوط الثاني. ايمن كان يعني عمل شوط سيء جدا جدا، وفي خسر الكره 15 مره في 45 دقيقه. ايمن 10 بالظبط. محمد عبد الغني مش هقدر الومه على اي حاجه خالص، لان هو يعني متضر للنار حرفيا. لعيبه نص الملعب حمدي فتحي ومنني تريزيجيه مش قادرين يستلموا الكوره، وبالتالي خلاص انت كل اللي بتعمله انت بتحاول تقرب الكوره بكره عاليه. بصراحه حاجه في موضوع محمد عبد الغني ده وشاركنا اسلام فيها، يعني انا من الحاجات برضو اللي بقعد اقولها لنفسي، احنا اولا محمد عبد الغني لعيب عنده 23 سنه تمام، نشوف مثلا في اليورو تلاقي اسبانيا مطلع لعيب عنده 17 سنه 18 سنه يلعب اساسي في اليورو، انجلترا احسن لعيب عندها عنده 18 سنه. صح. مش عارف يعني برضو هفضل لحد امتى اقول اصل اللعيب ده صغير ولسه ما عندوش خبرات، فما ما الناس بتلعب ب 17 و18 سنه. ده حتى في حكم الطبيعه ده طفل لسه، انجلترا بيلعبوا طفل حرفيا يعني. صح. والراجل بيتالق وبينجح، اشمعنى احنا؟ ساكا نزل لعب ضربه جزاء ضيعها في نهائي اليورو، كفيله كانت تقضي عليه تماما، وهو صغير في السن والراجل بيلعب وبيتالق مع الارسنال. احنا عندنا مشكله في القصه دي يا كريم، ان احنا دايما اللعيبه الصغيره في السن زي عبد المنعم دي بنقول عليها ان هو ما عندوش خبرات، وهو فعلا الراجل معار من النادي الاهلي لسموحه، وبعدين في ويتشر ما لعبش دولي برضه. خلينا نقول ان الاجواء صعبه عليه، الاجواء تخض وانت لعبتك مش متاسسه
ما عندهاش ثبات انفعالي. انت النهارده لسه بقول محمود بعد الجون محمود حمدي الونش كره اتلعبت له قلش كره ناحيه الشمال صعبه جدا. انت لعيبه كبيره وبتلعب ببطولات افريقيا وبتلعب منتخب مصر النهارده ما كانتش ثابته على نفسها، ودي مشكله انا كمان بحمل يعني مش قادر احمل اللعيبه حاجه النهارده بصراحه خالص. بس رد الفعل والثبات الانفعالي بتاع الفريق ان انا الم نفسي النهارده بعد ما دخل فيا جون، لا انا مش قادر الم نفسي. انت النهارده تحس ان احنا فكين تماما.